وصلنا لفقرتنا واللي خصصناها للمبدعين والفنانين سليمان تحب رسم 3 d اي والله وايد حلو صح انا رسم بس ما كنا رسم كنا قاعد اشوف شيء صدقي حقيقي بالضبط عشان كذي احنا نرحب آه بالرسام آه الكويتي بس هو مو شرط مو بس شغله كله 3 d واكثر عنده خلينا نشوف الحين الشاب احمد العميري حياك الله احمد <سؤال> الله يحييك اهلا فيك آه لما شفت اكاونتك بالانستغرام شفت شيء غريب يعني ما ادري شنو تسمونه انت هو له اسم ولا انت اللي مألفه انه ترسم اه تكمله لمنظر حقيقي وتحطه وتصوره. حلو. يعني انت رسام وهم مصور بنفس الوقت فهذا شو يسمونه هو موجود ولا هو اختراعك؟ طبعا بالبدايه حاب اشكركم على استضافتكم لي في هذا البرنامج. طبعا انا بدايتي كانت او نوعا ما مختلفه عن كثير من الفنانين ما اكتشفت موهبتي الا مرحلة متاخرة شوي من حياتي كنت ما تدري انك تعرف ترسم يعني؟ كنت اشخبط مثل اليهال شلون كانوا يشخبطون اول ما استكوا القلم واكتشفوا انه في شيء اسمه قلم وبدوا يشخبطون على الاوراق على لطف وكذي بس كنت مميز وانت صغير يعني خصوصا عند مدرس الرسم طبعا <تصفيق> <تصفيق> طبعا لازم يكون في واحد مميز الرسم هذا اللي انت تطرقت له بدايته كانت غريبة نوعا ما انا طبعا قبل هل تذكرون الدينار الكويتي قبل لا يتغير مم. في مباني مثل المسجد الكبير في مينا شويخ في كذي فقعدت يعني ورقة فقلت ليش ما اكملها؟ مم. المهم رحت مسجد الكبير تشفست ورقة كملت مسجد الكبير بالدينار نفسه مم. هذا شفت اعلان على الدولار الامريكي مم. قلت ليش ما اسويها بالدينار الكويتي دام احنا بالكويت سويت حق مسجد الكبير وسويت ان مسكت الدينار ايوه مو وانت راسمه وصورته مع كملت مع المسجد الكبير بالضبط بس اخذت الزاويه نفسها الزاويه نفسها م. بالضبط حلو ونفس الشيء حق مينا شويخ، مينا شويخ صاعة احد المباني م. اللي تطل على مينا شويخ صفت اختيار الزاويه صعب نفسه جداً, جدا 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 خصوصا المكان هذاك فقلت ليش انا احد روحي بالشغله هذه؟ ليش الدينار الكويتي فقط؟ م. ليش ما اكملها من رسمي؟ م. يعني خلاص شوف الاماكن الثانيه حلو. اول ما بلشت بلشت برج الحمراء دام انه وقتها كان يعني ارفع بر ارفع مبنى عندنا بالكويت فقمت ورسمت الجزء اللي فوق مم. وكملتها طبعا الناس وربعي وهذا انت شو شنو هذا؟ مم. طبعا استانست قمت وسويت اغلب مباني الكويت منها ابراج الكويت خلصت برج التحرير <applause> كلهم كلهم بس في مبنى ما سويته المجلس ما <applause> ان شاء الله باقرب وقت لا ناطرينها منك ترى أي لا ناطر انتخابات؟ لا انتخابات بعدين هم قلت ليش احد روحي بس على المباني الموجوده بالكويت طبعا سافرت ورحت اماكن وكملت بعض المباني خارج الكويت نعم منها صورت بدبي صورت بدبي صورت بدبي برج خليفه الحرم صورته طبعا كان شوي صعب لانه زحمه وناس صح وطبعا هالاماكن هاي بعدين قلت ليش احد روحي بس تكمله المباني؟ ليش ما ادخل فيها جانب الابداعي؟ فقمت ادخل شغلات يعني الناس قاعد تقول احمد انت شلون تفكر؟ ابراج الكويت، طبعا اكبر مثال كانت ابراج الكويت نعم. كنت اقصها بالنص اخليها نصها تطير ونصها بالارض واحد يشيلها واحد يشيلها وانا ببالي وانا صغير كلها اشوف ابراج الكويت اقول هذول اكيد صواريخ. فقمت رسمتهم إنهم صواريخ وطائرين من <applause> الاسف شوف خيالك شلون وأنت صغير عطاك دافع وأنت وانت يعني <applause> بعمر ناضج إنك تبدأ. عدل كلامك. فهذا. فهذا اللي يعني. قلته كله إختراعك وله فن موجود لا اسم. والله أنا بالخليج ما شفته بس مع الوقت اكتشفت إن في فنانين في أوروبا في أمريكا <applause> يسوون نفس الشغلة هذه. ما لقيت لها اسم مم. لان وايد اشوفها بس شلون اسوي سيرش على عبثيه السالفه هي عبثيه <applause> السالفه فاكتشفت ان انا الوحيد اللي بالخليج وقتها يسوي شغله هذه حلو <applause> لا بس ما شاء الله خيال جميل <تصفيق> يعني وايد <applause> وايد حلو زين ننتقل لل 3 دي اللي من <applause> <مساعة تصفيق> شفنا هو يعني بشكل عام يعتبر فن يعني خدعه بصريه ولا شنو؟ ولا هي <applause> تصوير الواقع بكل زوايا هذه هو صح كلامك التصوير وايد يعتمد على الشغله هذه يعني باي زاويه ثانيه اصور الورقه ما راح تضبط مثل ما الزاويه اللي انا ابيها م. يعني الورقه فلات زين صح مو تشافسها ولا مسوي فيها شيء لكن فيها يعني الخداع البصري مثل ما تفضلتي العين المجرده لو وقفتوا بنص الشارع اذا كان شارع سيده النقطه الاخيره تشوفونها اصغر كل ما هذا يصغر انا الرسمه هذه طبعا تعلمتها لان وايد اشوف شغلات هاي ترسم بوروبا بالارض والناس توقف مكان واحد المصور بس بزاويه معينه يقعد يصور اصلا تخرع اكو اشياء انا احس لو صدق ادري انها رسم راح اخاف اوقف حفره ولا ولا ماي ولا سمك قرش ولا شيء كذي تحسه فعلا شنو صدقي واذا انت كنت واقفه بمكان الصوره ما تدري شنو اللي تحتك بس بزاويه واحده تشوفين الشغله هذه <تصفيق> <تصفيق> فانا قلت يعني خلينا نسويها بمجال اصغر خلينا نسويها بورقه اي 4 فجربتها بالبدايه خليت في كيوب الالوان اللي تغيرونها اللي هو اسمه روبكس <applause> كيوب <applause> خليته يطير طبعا لما خليته يطير طبعا هي ورقه ثلاث وشذي وتحتها حطيت ظل بطريقه معينه وصورته الناس كانوا انت سحر <applause> <applause> شنو هذا؟ <applause> ما يصير <applause> يعني شلون؟ ونصها كانت رسمة كانت حلوة بعد. هي أي. مم. وشوي شوي قمت أسوي هم شغلات ثانية سويت أبراج الكويت برج إيفل أم طبعا ابراج الكويت كل مكان لازم ارسمها لان احد صوري صوري خيال طياره <تصفيق> عندك رسمت طياره الطياره <applause> رسمت طياره بالبدايه لان كنت ناوي على سفر مم. فقلت يعني كانت تعور القلب نوعا ما مم. مم. امتحانات انا ما سافر لوقت امتحانات فرسمتها وقلت من ودي يسافر الحين طبعا <applause> المنشنات كثر تطول معاك اللوحه الواحده؟ اللوحة الواحدة على حسب الديتيلز اللي فيها على حسب المكان طبعا مرات أضطر أن أصور المبنى أو شيء أرد فيها البيت وأقعد أرسمها وأقعد أجابلها أجرب أغلط مرة مرتين طبعا الكاميرا تكون شغالة طول الوقت أم يعني تستغرق ما بين ثلاث أربع ساعات متواصلة طبعا أنا مرات أفرقها يومين ثلاث بس, بس بالنهاية أحمد تكره الألوان الالوان قصصي اغلب رسومك ما فيها الوان اي شنو الاغلام اللي تستخدمه 0.1 هذا عندي 0.1 عندي 0.05 عندي 0.03 كله اسود اسود آه فش مشكلتك مع الالوان الالوان توني آه بلشت ادش في مجال الالوان الالوان المائيه <هي <emple> <هي <reunion> اول كنت ارسم زيتي بس وقفت دشيت مجال اكبر من الرسم اللي هو فوتوشوب ما فوتوشوب دشيت 3 دي انيميشن مع مجموعة كويتية ناس مختصة بالشغلة هذه فكان هدفنا أن نسوي كارتون بعدين تغيرنا مجالنا إلى انتيرير ديزاين فالألوان من ذيك الأيام ما كنت أحبها بس إن شاء الله مع الوقت لازم الحياة بدون ألوان يعني طبعا ناشفه لازم أكيد ناشفة أدخل فيها أه بس بالمقابل أكيد لك طقوس معينة لما تبي ترسم يعني <applause> جو معين تحتاجه ولا عادي ممكن ترسم حتى وسط عج أو ناس ونقول وزحمة حياك الله <applause> 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 والرسم وقت الزحمه هذا وين جابلته؟ وقت السفر عندي كتاب سكتش بوك كل ما اروح مكان دبي رحت ايسلندا رحت البرتغال رحت اسبانيا امريكا توني راد من امريكا فكنت ارسم المعلم الاساسي في هذاك المكان فاضطر اني اقعد مكان عام واقعد ارسم طبعا الاماكن السياحيه شوفوا مجموعة الناس اللي تجمع مرات بالضبط اي فانا ما كنت ادخل الوان لان اخاف ان اخرب الرسمه مم. وما بيهم يشوفون بعدين كذا ها يلا وصوروا انا اللي ماشي بس احمد شلون بدا هالموضوع تدرين شلون؟ and... ولا ما تدرين؟ لا ما ادري عشان ما نقول أ... ما نخليها دعايه بس احدى اللي... الكوفي شوب يعني المشهورين بالكويت لما يعطونك الكرتون اللي تحت هذا تحطينه بالكاب فاحمد بدا يرسم على هذيله ايوه هذه اهم قصتها قصه هي كانت هذه بالفعل هذه هالفع هي البدايه هذه البدايه قبل <applause> كم سنه آه الموضوع؟ تكلم عن اربع سنين اربع سنين اربع سنين آم... لازم اذكر الاسم لا ما يصير <applause> <لا ما سنفع. تصفيق> <applause> هي القهوه اللي فيها وي إيه. اللي فيها فكنت ارسم على الوي هذا اول ما بلشت فيه قلت كان وقت رمضان يعني الجو ايماني مثل ما انتم عارفين مثل ما تعرفين فقمت ورسمت حجبتها وقتها كان وقتها كا... انا قاعد افكر اقول جو ايماني ووي أيه انه شلون بي <applause> ما يصير ما <applause> غير الحجاب فقمت حجبتها وحطيتها بالاكونتي وقتها كانوا برايفت استانسوا ربعي فقمت رسمت اكثر من رسمه وقمت انزل <applause> حرف في الوي هذا لعن بخير كل شيء يسوي فيه <applause> ما خليت شخصيه ما رسمتها لا حلوي. فيز احنا لا تصوبنا ها وقام وقام الناس تطلب منك هذه الناس قام تطلب مني طبعا انا شو اسوي من الشخصيات اللي رسمتها ام كلثوم مايكل جاكسون باتمان من اول جديد ولا نفس الوي قاعد تحور فيه؟ نفس الوي قاعد احور فيه حلو لان ملينا من وجهه ايش هالوي اللي ينفع حق كل شيء؟ هو هو ما ينفع حق كل شيء لكن هو خياله يخليه بالضبط احس انه إيه يعني يلعب بالوي واللي حجبها مسكين <تصفيق> <تصفيق> فالناس قامت تطلب مني شغلات فشنو سويت على اساس انه اكسر القانون هذا مالت ان الناس يطلبون مني انا ما احب احد يطلب مني شيء. <applause> فقمت وحطيت علامه استفهام ونزلتها بالانستغرام وقلت يا جماعه حطوا اقتراحاتكم كلها. طبعا الكومنت شغالين 50 100 150 200 يمكن 250 وصلوا. اليوم اللي بعده <applause> ولا شيء يذكره وحطيته قلت هالشغلات هذه مالوفه بعقول الناس ليش احط الشيء المالوف؟ اللي بعقول الناس خل اطلع من هذا طبعا هم وهقوني وايد م. حطوا شخصيات وايد حسين عبد الرضا سعد الفري كل اللي اقترحوهم قررت انك ما ترسمهم ما رسمت ولا واحدة فيهم قمت ورسمت اللي في بالي وهذه بدايتك كانت <applause> هذه يعني الـ الحين تركتها ولا الحين لا الحين بين فتره وفتره <applause> يحن قلبي ان <أي>. ارسم <applause> على هلو... <حلوي> وعد... <تصفيق> <تصفيق> وشوف شنو بل... <applause> ايوه <شك>. <تصفيق> <تصفيق> عموما احمد الامانه اللي قاعد تسوي شيء قد يكون الناس تنظر له انه رسم وبس لكن هو انه ابتكر شيء جديد بالرسم انه ياخذ الصوره مع صوره حقيقيه طبعا بدايته كانت قلت ما قلت لك الوي هذا يعني مميز فانت ركبت الرسم الى يعني مع امور اخرى فنتمنى لك ان المره الجايه يعني ان شاء الله نستضيفك بس بشيء جديد بعد. لا لا اكيد ان شاء الله. ان شاء الله متاكده انا انك صاحب خيال واسع وراح تبدع ان شاء الله. يعطيك العافيه ما تقصرين. اتمنى لك التوفيق. مشكور ما قصرت. ما تقصر الله يسلمك. مشاهدينا عمليه اختيار التخصص بالنسبه للبعثات بساعة قلناها وشلون طريقتها، لكن الحين طالب الثانويه على اساس يختار تخصصه؟ هذه بنناقشها بعد الفاصل.